زين يا هي ويفر من عدهن، هذا ويفر لو هذا ويفر لو ويفر بعد عايش، شنو السالفة؟ هاي تخريج الحمر مثل ما زي تشوفون على الدشار اليوم، الحمر على الدشار. طبعا اليوم تخريج الحمر لازم يتخرجن، بس وياهن ثلاثة تور من البارحة ما تبرجن. يلا عادي على الحمر. هاي الحمر اتطشره، هاي كبداية لازم يتطشر. هاي بداية تخريج الحمر اخوان مثل ما جاي تشوفون. طبعا هم زين فتح جناحن شوية، كان طيور ثقال وما يصعدن ستارة قوة جاي صعدتهن ونزلتهن. هاي الحكي قبل 3 ايام على مود هاي قاطعين وياكم، قمت اصعدهن على الستارة وانزلهن فد 50 مرة، مو مرة مرتين، لان طيور ثقلت ما طارت اخرت بالتخريج. فالحمد لله اليوم مثل ما شفت اول فرة الهن جاي انفر بيهن، بعد جاي انفتح جناحن اخوان، لان التخريج مال الفرخات لازم تخرجن مو تنومهن، فاحنا نومناهن تا ما يضيعن. وثاني شي الجو كان حار عشانك لا، والزاج الابيض مالتنا بس الثاني ما رجع حرامات. المهم لازم ما تنوم الفرخة تخرجه، بس ينام يخرب، بس ينام يخرب. نجيب العودة همين ينكشن. تمام خليني ننزل هناك عادي، لان ثاني مرة لهن ثالث مرة لهن، فعادي ننزل هناك بس شوي نفتح جناحين تا يتخرجن عدل. تمام لان بعدين صغار وما مخرجات، فشي عادي اذا ننزل هناك. بخن ذني طائرات الشهادات بيهن كانن. صحيح الجوع، الطيور على الجوع. تخريجين على الجوع. الاشعر الاسود، وين الاشعر الاسود؟ العشاء الاسود. هسه راح ينزل هاي الزاج الابيض. انزل هاي التور، التور جماعة التور شوية اعذروني عندنا تخريج ويا الحمر، ما نريد نخرب الطيور بس نخرجهن ونطير التور. ثاني شي التور رسم سولة جناح النسل، وش حسي جناح النسل. خلي صعدنا فوق شوي باوع الجوع هين، وين ما ذبكلي روحن.
وهسه خلي نفتح هذني المخاريف الإيرانيات ونخرجهن ونعلمهن ونصعدهن دشار والنوب نطيرهن. تمام، هذا أول طلعة إلهن مثل ما جاي يشوفون. خلي شوي افتره من السطح. هذني الحمر ستة تقريبا ما تبرزن. تمام، هذن الحمر ما تبرزن. لا وين معود شوي تعلم من برا، لان صار الهين فوق الاسبوع بالبرج. تمام، بعد يراد الهن فد 4 ايام يلا يقوم من يحفظ هذا المكان ونصعد اندشار. الحمور هنا صاير هوسي جوعانات اسرح نوكلهن. هاي الحمور هم هنا يتبرجن هنا ويا التور اللي كان من برا. تمام، نشوف المرضى اللي عندنا الحمر. هاي الحمر مثل ما جاي تشوفون، هذا ميت طبعا. هذا يشبه ويفر، مثل ما جاي تشوفون. هذا شبيه ويفر، خل اجيب لكم ويفر همين بعد نشوف شنو سالفتي ليش مختفي. هذا هو الطير الاليف اللي عندنا اللي اسمه ويفر. اليوم انطاكم عمره مثل ما جاي تشوفون. يا طير نسوي اليف فتره ويموت عندنا. تمام، هذا ويفر وهذا كان شبيه ويفر، واللي يشبه ويفر هم من هناك متمرض هسه. تمام، على بيطار اول مطيار له. هذا ويفر وهذا شبيه ويفر، هم من هناك الطير متمرض. تمام، فبعد طيور أليفة ماكو كافي. ايش قد ما سوينا طيور أليفة اللي طيور يقومن يموتن. شو هذني ما يموتن، ما شاء الله عندنا فوق المية طير شو ما يموتن. فعندنا كومة طيور ما شاء الله مثل ما جاي يشوفون، حمر على تور. شو عندنا بس الطير العزيز يموت. هذا الطير الأليف اللي عندنا اللي كان اسمه ويفر، وهذا اليوم انطاكم عمره. خلينا نفتح التور شوية لأن عندنا طير من هذني اللي فتحتن هو يقوم من يطير اني خاف. خلي تعلم من ويا التور. اكو واحد من يمه راح، ما ادري ايش نزل قريب هنا. هاي الطيور اللي عندنا ما شاء الله صحتهن فول، بس ليش جاي موتين اللي طيور اللي يشبهن ويفر؟ ما ادري شنو السالفه. بعد اللي طيور اللي يشبهن ويفر ليش جاي موتين؟ واحنا كل الطيور اللي سويناهن اليفه وسميناهن ويفر كلهن نفس الشيء، بدرنقيات او الخنجريات يسموهن. تمام، يعني اني مختار طيور مو حلوه، مو تقول حني احمر يعني كان مثلا اشعل بسود، طير حلو صفراوي اصفر. الطير مو حلو، انا مختار طير مو حلو ومسوي اليف يموت ليش؟ بعد ما ادري.
مال عجبكم الفيديو اكيد ما عجبكم الفيديو فخلونا لايك للفيديو تاني استمر وياكم اوكي وان شاء الله نرجع وياكم بقوة ونخرج الحمر ورانا تخرج الإيرانيات ورانا التور شوي نصفي من يمهن وشكرا للمشاهدة وتحياتي لكم.